في من محافظة كفر الشيخ بنستهدف تجميع 516 ألف طن قش في 30 موقع تجميع. 516 ألف طن ده رقم كبير جدا وحجم مهول. أنا معايا على الهاتف المهندس عبد الرافع عبد المنعم، عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ. برحب بحضرتك يا فندم. دكتور عبد الرافع، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. 516 الف طن قش، ده يعني حجم مهول. طبعا في استعدادات وفي مكابس وفي فرق عمل وحملات وايام حقليه او ايام ارشاديه علشان نعلم المزارع عمل كومات سماديه او تحويله لاعلاف. ايه التنسيق واخبارنا ايه بقى؟ هو حضرتك تم وضع الخطه من اول عام لتنفيذ البروتوكول اللي بين وزاره البيئه ووزاره الزراعه بتدوير على 30 الف طن قش على مستوى المحافظه، وعمل 40 مركز تجميع على مستوى المحافظه، وتم عمل مؤتمر شعبي تنفيذي يوم السبت الماضي 19/8 برئاسه معالي الوزير المحافظ كفر الشيخ. الاجتماع ده ضم جميع القيادات السياسيه والشعبيه والتنفيذيه على مستوى المحافظه، من المحل من الحكم من وزاره الحكم المحلي التنميه المحليه، من وزاره البيئه، ومن وزاره الصحه، ومن الشباب، ومن نقابات الفلاحين، لعمل التوعيه اللازمه للمزارعين وتوصيل التوعيه للمزارعين بعد انحرار القش واستخدامه وتدويره واستخدامه لمنتجات نافعه للمزارعين. وتم طبعا عرض جميع البروتوكول اللي بين وزاره الزراعه ووزاره البيئه في المؤتمر، وان مدى اهتمام الدوله في السنوات الماضيه او المواسم الماضيه كان بيبقى في حافز مادي للمزارع، ده لسه موجود ولا احنا النهارده خلاص المزارع عرف اهميته؟ المزارع اللي بيقوم بتجميع القش بتاعه بياخد على الطن 50 جنيه دعم من وزاره البيئه. ال 50 جنيه دول مقابل ايه؟ يعني دعم من وزاره البيئه اللي هو المزارع. انا عارف ان هم دعم، بس مين اللي مين المزارع اللي هياخدهم؟ هيعمل ايه عشان ياخد ال 50 جنيه للطن؟ اي مزارع بيقوم بتجميع كميات من القش، خط بحضرتك، ايوه، بحد ادنى مثلا 100 طن، خط بسعادتك، يعني لو مزارعين مع بعض في جمعيه زراعيه. حلو قوي. لكن القش عملوا مركز تجميع في الجمعيه الزراعيه، كل واحد هياخد على طن قش يوديه المجمع ده مثلا 50 جنيه على الطن. 50 جنيه بيمثلوا تكلفه الجمع عشان المزارع ما يتكلفش حاجه، عشان ما يستسفش ويحرق. تمام، بس في النهايه القش بتاعه، في النهايه القش بتاعه. تمام، ده اللي انا اقصده. هي دي الميزه بقى. ايوه، يعني هو ممكن يبيع القش لاي حد باي سعر هو عايزه. ايوه، يعني هو هيستفيد، هو هياخد 50 جنيه على الطن، على كل طن قش بيجمعه، وبرضه هيستفيد بيه لو حوله كومات على فئه علافه او كومات سماد او سماد، ولو سيدي لو باعه هيبقى هيسد سعره. صح. طب في نقطه هنا، انا 516 الف طن دول يمثلوا نسبه كام في الميه من اجمالي قش الرز اللي عندي في المحافظه؟ هو ده 516 دول، احنا عندنا 275 الف فدان. لما نقول الفدان هيطلع 2 طن قش، يبقى دول هم ال 560 الف طن. يعني احنا فعلا عاملين حسابنا بالكامل لكل قش الرز اللي عندنا 100%. تمام، وانا يعني بشكر حضرتك وربنا يوفقكم، وهنتابع معاك بقى الايام الارشاديه اللي احنا بنوري فيها المزارع كل التوصيات الفنيه. بشكرك مهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزاره الزراعه بمحافظه كفر الشيخ. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله نتابع مع بعض في الزراعي مباشر. هذا البرنامج برعايه